السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في خميس سيدي حجاج بولاد مراح، اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات والجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى في المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 5 بشهر 5 2022، حنا في سيدي حجاج بولاد مراح، خميس سيدي حجاج بولاد مراح، قليل من السطاعات الخيرات تبارك الله كما تشوفوا معنا. خيرات سيدي ربي تبارك الله عليك. ما عندي ما نقول، بشحال باتي هاد الخيرات؟ 60 درهم. عندو هاد العجل ب 60 درهم باش تبيع فيه هاد الخيرات تبارك الله بسيدي حجاج بولاد مراح. هذا المدني توا عندو الحانوت بسيدي حجاج بولاد مراح، توا طرافات راجل عندو ديما السلعة مليحة ومعروف بسيدي حجاج بولاد مراح. الريمي المدني الريمي طرافات وديما بسيدي حجاج بولاد مراح، وعندو المحال وراجل نقي وراجل زين وديما المليح. شحال هاد السي المدني؟ 65 درهم. تبيع ب 65 درهم وحاجه مليحه، لا شحمه بزاف لا والو، تبارك الله كما تشوفوا سيدي حجاج بولاد مراح. تبارك الله على السي حسن وعبد الرحيم. شكرا لكم، شكرا لكم. وشحال الخيرات اليوم؟ خير اخويا كنبيعوا 13 زاد اليوم. ياك؟ ياك السي عبد الرحيم؟ حليب وعزمه، وعلاش ما قلتيش لهم ديروا القناه زيتون المرجان ابوني وجيب؟ لا ضروري ضروري كنوصيو مباشره حنايا. شكرا لك. شكرا لك السي عبد الرحيم. انا السي حسن الله يسهل. بلاتي كنسلموا على الدري في طاليان. مرحبا. وحمدان فرنسا. مرحبا. الناس عندنا في المحمديه قالوا لي كاش كروك في المحمديه. مرحبا. ودريا بنت خويا في الامارات. تحياتي ليها. احمد ولدها في الامارات. تحياتي لهم جميعا. كنشكروك والله كنشكروك من الناس. شكرا لهم. وسي حسن انا عارف عندك المليح. ما عندي ما نقول. نمشيو عند عبد الله. السلام عليكم. كي داير السي؟ عواشر مبروكه. مرحبا. اي عندك 10 درهم وانت راه يعقل، انا ما تنعقلش وكا راه باقي يعقل. قال لي قلنا شدارهم 2100. والحشم قادر ونهار زين، عواشر مبروكه بخير. لاباس عليك. هذا توا كان قزار وولدو توا قزار، كان يخدم غير الغلبي باش نعطيكم معلومات. هذا الرجل كان يخدم غير الغلبي، وجا عبد الله ولا يخدم الغلبي والبكري. شحال اخويا عبد الله باش فات؟ 60 درهم. 60 درهم الغلبي ولا البكري؟ الغلبي والبكري جوج بحال بحال. كل شيء 60 درهم. تبارك الله كل شيء تاعنا تيقول لنا الغلبي والبكري ب 60 درهم. هاد الخيرات بسيدي حجاج بولاد مراح. مرحبا. كي داير السي بخير؟ مرحبا. انتم تصورتوا مع الريمي. مرحبا. ياك بخير؟ مزيان ب 60 درهم وراه يخدم المليح. لا راه كاين حتى 13. اييه ما نكذبوش الله. هذا اللي كاين. يلا الله يسهل عليكم. بعتي ب 60 درهم. حوم كي داير بخير؟ ناشط؟ راه حصلت عندك بن داود هنايا كي داير بخير؟ لاباس عليك؟ بن داود وعد حوم تياخذ شحال حسب لك هذا؟ 60 درهم. هذا بن داود راجل زين، راجل مخير وعزيز علينا وراجل فاميلتنا. مرحبا به. وتيكون في درب السلطان عنده هذاك الشيء تاع الحوايج تبارك الله، من شاف لينا السي بن داود ياخذ عنده في الحباب تاعنا مواليد شركات او مواليد كل واحد راه خاص بالتجين. هذا بن داود خاص بالتجين، كاينين الحباب تاعنا في اي منطقه في المغرب في المملكه المغربيه. تبارك الله على السي بن داود. كي داير احوم؟ ناشط؟ الاحوال كل شيء بخير؟ بعتي ب 60 درهم احوم؟ تبارك الله على السي حوم. الرئيس لاباس بخير؟ لاباس لك الله يحفظك. هذا راجل مخير تا هو وعندو هاد الضروبات تبارك الله بحال الفرماج كما تشوفوا. سيدي حجاج بولاد مراح
شحال بعتوا اليوم؟ 60 درهم باش تبيعوا هاد الخيرات بسيدي حجاج. هذا ولد الفقير تلقى مصطفى الضربات الغلمي والبقري والخيرات كما كان تيدير بوه تلقى الغلمي والبقري هنايا. ولد الفقير كان راجل مخير وراجل زين كما تشوفوا هاد الخيرات بسيدي حجاج ولاد براح. تبارك الله السي مصطفى نهار زين ياك بخير. شحال هاد الغلمي بعتوها اليوم؟ 14 والبكري؟ 13 شحال؟ 13 13 ياك يا سي احمد باغي تحاماوا سي احمد. مرحبا مرحبا بسي احمد يلا تبارك الله عليكم. كرتي لي اخويا كرتي لي اخويا احمد بعتو ب 13 ياك ياك كيما تبارك الله كي تشوفوا بسيدي حجاج هاد الخيرات مليون دايره 170 170 الف فرنك ب 12 باش مقيومه تقريبا. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين الاحباب تونا في المكان هادو كلهم احبابنا هنايا بسيدي حجاج. سي صالح لاباس بخير ناشط لاباس عليك. وشحال الخيرات؟ 13 100 ماشي 12 دراري تيقولوا 12 هذا اللي قال السي صالح. تبارك الله السي صالح وكان يخدم غير الغلمي راه ولا يخدم حتى هي ذبحه. مرحبا مرحبا بسي صالح الله يسهل. هذا مصطفى الريمي هذا الخيرات بسيدي حجاج بولاد مرح وعندو الحانوت في لاكار سيدي حجاج وراجل مخير ومعروف للقبائل هنايا راجل الضرافات واللي يبغى العسل والزيت العود راه موجود. مرحبا مرحبا عسل الحر عسل الحر سيدي حجاج بولاد مرح فلاكار راجل معروف هنايا القبائل وكل شيء كما تشوف هاد الخيل. شحال السي مصطفى بعتي اليوم؟ 12 13 فعلا تا السي مصطفى تيبيع ب 13 هنايا سيدي حجاج بولاد مرح. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. سلام كي دايرت بخير ناشط لاباس عليك. وكاتي قبيله في الغلميه كي كانت غلميه اليوم 15 كيلو شحال؟ والله هادو كان حولي قال 15 ياك سي صالح 15 100 دارت علاش دير كيما يسوقوا عرفتي يسوقوا كما تشوفوا الخيرات في سيدي حجاج ولاد مراح. السلام عليكم. سلام كي دايرت؟ مبروك العواشر. بخير ناشط؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. وشحال الخيرات؟ 15 شحال؟ 13 كاع درتو 13؟ 13 ياك؟ كما تشوفوا الخيرات في سيدي حجاج ولاد مراح. نحييو اي مشاهد قناه الزيتون مرجان. الحباب تونا اهلا بكم. كما تشوفوا الجزارة اللحمه قديما حمراء وزينه بسيدي حجاج بولاد مرح. السلام عليكم كي دايرت؟ بخير اهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس الله يحفظكم الله يبارك فيك. شحال هاد الخيرات؟ 60 درهم. الدراري تيبيعوا ب 13 وب 12 وديما حاجه زوينه بحال الغلبي تبارك الله. هاد الخيرات كي دايرت؟ ياك بخير ناشط الله يحفظكم. ايوا الوقت غير الوقت الحمد لله الله يحفظكم لينا. ياك انتم ناشطين الحمد لله. شحال بعتوا اليوم؟ تبارك الله تبارك الله. شحال هاد الخيرات؟ 16 100 لا شحمه بزاف لا والو 16 100 والحيمه تبارك الله الهفرة كما تشوفوا بسيدي حجاج بولا اييه باينة اللحمة حمراء وزينة. مرحبا مرحبا بسيدي بركاتي تبارك الله عليكم الله يسهل عليكم جميعا. السلام عليكم كي داير اسي بخير ناشط تبارك الله المليح ديما المليح تبارك الله بعدي مرقول تبارك الله بخير. شحال الخيرات اليوم؟ 13 بين 60 حتى 65 باش كاين في سيدي حجاج. كي داير سيدي؟ بخير والوقت. مرحبا 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 بالحباب تونا
ياك انت بخير؟ مبروك العواشر كاملين. شكرا لك. الله يحفظك. هذا الرجل الزين كما تشوفوه بسيدي حجاج بولاد مرعي. الغلمي تبارك الله والبقري والخيرات تبارك الله. وشحال الخيرات تبارك الله؟ 65 درهم. البقري ولا الغلمي؟ الغلمي غالية 65، البقري 60 درهم. وبشحال تقامت تقريبا؟ أيوا ب 12 ما يقالش شي حاجة. البقري ولا الغلمي؟ كلهم المشري تاعو صافي. قالوا لي الدراري تر 1500. 15 ياك؟ هذا هو الماكسيم. كما تشوفوا بسيدي حجاج واللحمة حمراء وزينة. اهلا ما عندي ما نقول. الله يحفظك ليا تبارك الله. اي كلشي كلشي تا هما وكلشي. مرحبا واللحمه حمراء وزينه. هذا كزار وما تيدوي ما والو. راجل معلم وراجل معروف. معلم واعر ومعروف القبائل. حيدر لي عبد الله. مرحبا. الله يا ولدي. أخبرتي عين المرجان. الراجل راه تيخدم الغلمي البقري تا هو هذا الراجل. أخويا الوقت الوقت أسي عبد الله. كلشي زين. الله يسهل عليكم. الله يحفظكم. شكرا لك. وأخويا عبد الحمد لله. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك. نبداو مع المختار الحاج معزق. تو عندو الحانوت في لاكار سيدي حجاج بولاد مراح. تو يتبحث شي حاجه مليحه وزينه ومعروف. تبارك الله على سلمك. بخير. الوقت غير الوقت غير الوقت. ياك انت ناشط. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. كما تشوفوا الخير مع الوقت. تبارك الله السي المختار. شحال باتي اليوم السي المختار؟ 65 درهم. المختار معروف القبيل هنايا وراجل خير وعندو الحانوت في لاكار في سيدي حجاج بولاد مراح. السي مصطفى كي داير السي؟ بخير. هذا مصطفى تاهو عندو الحانوت في لاكار في سيدي حجاج بولاد مراح وتيخدم نهار السوق الاسبوعي بالخميس سيدي حجاج. ياك ما عندكم الغلا خويا. ياك ليطرة مزيودة. ان شاء الله خير. تيخدم تاهو الغلمي والبقري وعندو الحانوت كما تشوفوا. بشحال بعتي اليوم؟ 65. كل غلمي كل بقري؟ غلمي 70 درهم. غلمي 70 درهم. 65 البقري والبقري 65 والغلمي 70 كما تشوفوا سيدي حجاج بولاد مراح. نحييو اي مشاهد قناه زيتون مرت. شكرا لك. هذا تبع عندو الحانوت في لاكار بسيدي حجاج بولاد مراح. بشحال الخير؟ 60 درهم اخويا. 60 درهم كل واحد بشحال تيبيع؟ من 60 من 65 من 60 الى 65. السلام عليكم. هو على وقت. كل ساعة وساعة. شكرا لهم وتحياتي لهم. شكرا لك سي خالد وشكرا لهذوك الناس. ونحييو اي مشاهد قناه زيت المرجان كبير او صغير عيالات رجال بنات اولاد اهلا بهم جميعا. تبارك الله سي خالد. هذا كما قلنا تو عندو الحانوت في لاكار بسيدي حجاج بولاد مراح. شحال بعتو اليوم اخويا؟ 65. 65 تبارك الله. والغلمي اليوم ما عندكش سي خالد؟ 70 درهم. تبارك الله. الغلمي تاع الشوا مع دي مرقول. تبارك الله على سي خالد. لا عارف عارف بلا ما توريني تنعرف سي خالد ولد المختار معروفين ونعرفهم من زمان. تبارك الله. اللحمه حمراء وزينه. اييه اييه اللحمه حمراء. تبارك الله عليك. الله يسهل سي خالد. السلام عليكم. كي داير هذا الراجل؟ والوقت كاين تا الشاف معاك اليوم؟ اييه حنا شدينا معاك. وشحال هاد الخيرات بعتو اليوم؟ 65 درهم اليوم. تا هو عندو الحانوت في لاكار في سيدي حجاج بولاد مراح. اليوم الحم غالي. اليوم الحم غالي. على حسابك. السلام عليكم. عاود يضرب ليدو اخويا. شد شد. السي عبد الله السلام عليكم. الله
سلامت خويا. ياك بخير. الله يبارك. هذا تقعدوا الحانوت في لاكار بسيدي حجاج بولاد مراح، ديما حاجه مليحه وزينه كما تشوفوا. عبد الله درافات وعبد الله معروف هنايا في سيدي حجاج بولاد مراح. وشحال مولاي عبد الله؟ 13 كما قال 13 65 كاع الدراري من 60 الى 65. ما كاينش 60، اللي كيبيع ب 60 كيشفر. الحم فايت 60 في الرحبه. كاينه. كاينه كيما. هذا الشهر فيه بالله وتباع ب 60 والله تبي الخوي. غير يبغي. الحم فايت 60 درهم في الرحبه. والدروبه واخا حتى دروبه. طايحه ب 60 وفايته 60. فين؟ طايحه ب 60 دروبه وبيع فيها ب 60. فين قوات الكوسوس؟ فين قوات الكاغط؟ فين قوات الميكا؟ الله يحسن العون. والله تشفوك. تبارك الله سي عبد الله. هات اخويا فايته 12 150 عاد تسوق على الطاوله قدام 150 درهم. كما قال الله يسهل سي عبد الله. هذا ود الفارسي ود سي محمد الفارسي تا هو عندو الحانوت في لاكار في سيدي حجاج بولاد مراح تا هو صاحبنا تا هما احبابنا تنعرفوهم من زمان. وشحال ود الفارسي اليوم؟ 13 سي سي تبارك الله عليك. علينا وعليك الله يحفظك شكرا لك. كما تشوفوا الخيرات تبارك الله. انت كي داير اسي؟ وبشحال الغلمي اليوم؟ قولها 13 كما تشوفوا احنا في سيدي حجاج بولاد مراح.